صحيح، منذ يوم السبت الماضي وعادت هذه الغارات بقوة على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية ومحيطها في الشويفات، وأيضا يوم أمس كان هناك مناطق جديدة أضيفت إلى خارطة الاستهدافات، إن كان الأوزاعي أو محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي. اليوم كان هناك آخر غارة، 15 غارة خلال ساعات المساء وغارة واحدة صباحا، ولكن منذ ساعتين تقريبا الهدوء الحذر يخيم على ضاحية بيروت، على ضاحية بيروت الجنوبية كما ترين من خلفي تلك المناطق. أكثر من منطقة يوم أمس في ضاحية بيروت الجنوبية كانت عرضة للاستهدافات، وأعمدة النيران حتى صباح هذا اليوم كانت تتصاعد من المنطقة، ولكنها يعني تراجعت حدتها وخمدت مع ساعات الصباح. بالنسبة لمطار رفيق الحريري أيضا رصدناه صباحا في أكثر من مرة، شاهدنا بأنه كان أقله طائرتان أقلعتا من مدرج مطار رفيق الحريري الدولي، الذي كما ذكرت منطقة الأوزاعي تقع على مقربة من هذا المطار، وأيضا هي منطقة كانت تستهدف للمرة الأولى، هي منطقة مكتظة بالسكان، منطقة شعبية، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي الذي كانت أيضا قد دانته وزارة الصحة، خاصة وأن هذا الاستهداف أتى بالقرب من مستشفى لا يزال يعمل، الأمر الذي سبب هلع لدى المرضى وأيضا لدى المدنيين، سواء كان في المنطقة المحيطة بمستشفى رفيق الحرير الحكومي أو منطقة الأوزاعي، وهذا الأمر أدى إلى نزوح عدد كبير من السكان يوم أمس. عادة السكان الذين ينزحون للمرة الأولى من بعض المناطق، في حال لم تستهدف تلك المناطق مجددا يكون هناك عودة للسكان، ولكن إذا كان هناك استهداف متكرر للمناطق هذا الأمر سيعني بأنه سيكون هناك عدد أكبر من النازحين، وهذا الأمر أيضا سيعني ضغط أكبر بالنسبة لموضوع النازحين على لجنة الطوارئ والحكومة اللبنانية. نعم. طيب غنوة، ودة أسألك عن مقطع يعني نحن عرضناه، كان بالأمس يعني كان هناك اشتباك ما بين قوات الأمن وعدد من النازحين بعد محاولة إخلاءهم، يعني ما هي التفاصيل وما حل بهم؟ صحيح، يعني كان هناك مطالبات من صاحب أحد الفنادق بأن يتم إخلاء هذا المبنى. موضوع كيفية دخول السكان إلى هذا الفندق غير معروف، يعني هو سمح لهم بالبداية بالدخول إلى الفندق، ولكن غير معروف لماذا سمح لهم ومن الذي سمح، إن كان يعني حارس في الفندق أو بالتحديد يعني كيف سمح أو تحت قوة أو ضغط مورس على حارس الفندق وتم الدخول إلى هذا المكان، ولكن بسبب طلب من مالك الفندق بإخلائه حضرت القوى الأمنية لإخلائه، وكان هناك طبعا كما شاهدنا في الفيديوهات اشتباكات مع السكان الذين رفضوا الإخلاء، ولكن القوى الأمنية يعني اتخذت الإجراءات اللازمة، علما بأنه هذه ليس المرة الأولى التي يكون فيها هناك يعني مطالبات من القوى الأمنية لإخلاء مباني، وبعدها كان يتم تأمين مراكز في المدارس للنازحين وللسكان، وهذا الأمر أيضا يضاف إلى يعني التخوف من أن يكون هناك في حال طالت هذه الحرب أن يكون هناك إشكالات داخلية بين النازحين وبين سكان المناطق، خاصة مع استهداف يعني أحيانا شقق يسكنها أو يزورها أعضاء من حزب الله ومسؤولين في حزب الله. طبعا غنوة، ونحن نتحدث نعرض هذه المشاهد التي كانت بالأمس لهذه الاشتباكات ما بين عدد من النازحين يستوطنون أو يعني كانوا لجأوا إلى أحد المباني في منطقة الحمراء، وبعد ذلك كان هناك مطالبات أو أمر يعني من المحكمة بإخلائه بطلب من مالكيه، وحصلت هذه الاشتباكات. الآن ننوه أيضا بأنه يعني هناك حركة نزوح هائلة، تقريبا 2 مليون نازح أصبحوا الآن يعني بحاجة إلى مأوى، تم توفير هذا المأوى من قبل الحكومة اللبنانية لبعضهم، لكن هناك ضغط كبير على الحكومة وعدم قدرة للاستجابة
لطبعا كل ما يحتاجه النازحون سواء كان من مراكز للإيواء أو حتى أيضا معونات إغاثية وغيرها.